ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. ناقش الاجتماع دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها والإتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي. وجه الوزير خلال الاجتماع بمنح المستثمرين المتضررين بمنطقة 710 أفدنة بالعاشر من رمضان تمديدا للمهلة الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم، وأن متابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، كما وجه باستمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء فيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة. كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهلة المجانية للمستثمرين بالمنطقة. كما تضمن الاجتماع التأكيد على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتصنيع الصودا آش بالمنطقات الصناعية بالعالمين الجديدة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.